يوم الأحد سيتوجه الإيطاليون لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الفرعية الإيطالية، وبما أن الحكم هناك ديمقراطي فالسياسيون بحاجة إلى أصوات الناخبين، وهم الآن مستنفرون للحصول على أكبر قدر منها قبل بدء فترة الصمت الانتخابي. أحدهم يدعى ماتيو سالفيني، هو رئيس حزب الرابطة، حزب يميني من أقصى اليمين، كان وزيرا للداخلية ومعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين والمواطنين من داكني البشرة وللمسلمين أيضا وللغجر. ولهذا الخطاب الذي يقوله سالفيني هناك مؤيدون كثر وحزبه في الصعود. أهم أهدافه انتزاع أحد مقاعقل اليسار التاريخية، وهو إقليم إيميليا رومانيا، إقليم شمالي يعتبر من أغنى الأقاليم الإيطالية في الانتخابات الفرعية، وهو معقل حركة السردين اليسارية. أثناء جولته برفقة سيدة من حملته الانتخابية كانت تساعده على طرق أبواب الناخبين للتعرف على الناخبين في هذه الدائرة وللتصويت، دعوتهم للتصويت لحزبه. دلته السيدة على منزل عائلة تونسية وقالت هنا يسكن تاجر مخدرات، فهذا ما فعله. Buongiorno. Buonasera. Lei è al primo piano? Ci può far entrare cortesemente? Eh no, a casa mia, sì, a casa sua. No, perché ci hanno segnalato cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. E chi è questo? Ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto il giusto e sbagliato. Attaccato. ما فعله سالفيني شاهده الإيطاليون بالطبع قبل أن يشاهده التوانسة. بالنسبة للتوانسة اعتبروا هذا استفزازا، وبعض الإيطاليين قالوا إنه ليس من صلاحياته. هذه تغريدة رضا المشرقي يقول، وهو تونسي: أدعو وزارة الخارجية التونسية للاحتجاج لدى الحكومة الإيطالية بسبب التصرف العنصري لسالفيني، فلا يعقل أن يدق جرس عائلة تونسية في بولونيا ليسأل رب البيت هل أنت مروج مخدرات؟ لينا غوندا وهي مواطنة إيطالية ومن داعمي حزب سالفيني، لا والله هذه رباب، لكن لينا تقول في تغريدتها: أين أنت يا لينا؟ ها ها ها، أنت الرجل الأول في إيطاليا، لا أحد يملك طاقتك وهمتك، أكيد سوف تصل إلى ما تريده، لا أحد يهتم ببلدنا وإصلاحها من الخراب كما تفعل أنت. الآن وصلنا إلى رباب. رباب ربة البيت تقول: أدعو السيد رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية التونسية للتحرك من أجل رد الاعتبار للجالية التونسية في إيطاليا وحماية كرامة التونسيات والتونسيين أينما كانوا، كما أطالب بعقد جلسة خاصة في الغرض. أما بالنسبة لهذه التغريدة فأيضا أتتنا من زينب عبد الواحد تقول: هذا أكثر وزير ماسحين بالطلائن القاعة، معروف أنه يكره التوانسة، وقداش من مرة يهنتلوه في البرلمان على الاستفزازات متاعه، على استفزازاته. أما بالنسبة لمحرز فمحرز غرد قائلا: عندما تكون الدبلوماسية التونسية ضعيفة سالفيني يقوم بتدشين حملته الانتخابية بالاعتداء على المهاجرين، والبداية كانت بعائلة تونسية. إلى السيد الرئيس قيس سعيد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكرامته. لا يا محرز، الدبلوماسية التونسية لم تكن صامتة، بل وجه سفيركم في إيطاليا معز السيناوي كتاب احتجاج إلى مجلس الشيوخ الإيطالي، هذا هو مضمونه: لا يمكن المسك أنت من كرامة التونسيين وحرمة منزل بتاعهم. هذا السلوك هذا عبرت عن شجبيلي، هذا سلوك مشين يتم، هذا ما يجيش مش في مستوى عضو مجلس الشيوخ ومش في مستوى مجلس الشيوخ الإيطالي اللي هي لا شامبر أوت، وانت تعرف منيح سوفيان سيناتور. أنا ما مشيتش ماتيو سالفيني معناتها الوزير السابق ولا رئيس الحكومة، نائب رئيس الحكومة السابق، مشيت للسيناتور ومشيت لرئيسته وقلت لها راهو السيناتور اللي ينتمي للمجلس الموقر بتاعك قال سلوك مشين مش مقبول منا من تونس كدولة، مني أنا كسفارة، مش مقبول من الجالية التونسية اللي عايشة في إيطاليا تشتغل وتكد وتخدم على روحها. أما بالنسبة للشاب التونسي ذو 17 عاما فقال لإحدى الصحف الإيطالية هذا ما قاله: تأثرت كثيرا مع عائلتي بما قاله عني سالفيني.
سنرد على الإهانة بالوسائل القانونية. أنا شاب هادئ أعيش في هذا الحي وليس لدي أي سجل إجرامي. منذ بضع سنوات أدين أخي الأكبر بسرقة بسيطة وشجار ولا علاقة له بالمخدرات.